لصوتنا. اليوم نحن يمارس ضدنا قانون. تم تدمير هذا المسجد بالكامل وتضرر المستشفى بشكل كامل، حيث خرج عن الخدمة كل من قسم العمليات وقسم الطوارئ والمختبر والأشعة التشخيصية والرنين والسي تي والعيادات الأخرى الخاصة، حيث هذا المستشفى في السابق كان يستقبل يوميا ما يزيد عن 1000 حالة من الحالات المرضية المنتشرة في المنطقة الوسطى بقطاع غزة. امبارح كان وضع استثنائي نتيجة العاصفة، كان الوضع كثير صعب وكثير مجزي، حاولنا نخفف الضغط عنهم النفسي، حاولنا قدر الامكان نبعدهم عن اماكن الضرر، تعاملنا معهم كما يتعامل الابن مع اهله. صعبة جدا الظروف، بطلت غزة على حالها قبل، ما ضلش حدا في البلد، الناس بتتقطع وبتترمى، الناس تحت الأنقاض مش قادرين نصل لها، المناظر صعبة جدا. مكان إقامتنا حتى صار تقريبا في نفس المكان اللي إحنا بنشتغل فيه، وذلك بسبب التكدس الهائل للناس اللي موجودة في الممرات وفي جميع الأقسام كلها طافحة. يعني اضطريت أنا وولادي تقريبا في نفس المكان اللي أنا بأشتغل فيه في داخل قسم الميديكال سبلايز اللي تابع لدائرة الصيدلة، في داخل المستشفى هو نفس المكان يكون مسكني، يعني شغلي ومكان إقامتي في نفس المكان. بنت عندها أزمة، عندها ربو، محتاجة بخاخات، محتاجة في تاخذها حبة بالليل بلا تبخيرة وجهاز البخاخة، وفي نظام في نظام كمان دخل ألف عن حلاسيب ألفة، حالة كنت أقول سبعين أجيب لها إياها، ما عنديش ولا أي نوع علاج لبنتي، بدي حد يساعدني يساعد بنتي، أنا مش أختي مش طالب. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. احنا اصبحنا الان نعيش في قطاع غزة، نعيش في قطاع غزة، يحكمنا القانون الامريكي، قانون الغابة، يعني امريكا قتلت حقوق الانسان، قتلت حقوق الاطفال، قتلت حقوق المرأة، لم يبقى اي حقوق في العالم، ولن نصدق بعد هذا، يعني بعد ما شاهدناه في قطاع غزة، نحن ندرك تماما ان كل الحقوق قد اعدمت باعدام اطفالنا، بقتل أبنائنا، بقتل نسائنا، بتشريدهم من بيوتهم رغم أنفهم. الشعب الفلسطيني لن يرحل ولا يريد الرحيل.